متى يسير إلى عرفة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سار من عرفة في الضحى، وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. وقف النبي عليه الصلاة والسلام أولاً في المكان اللي في مسجد نمرة الآن، وخطب في المسلمين الخطبة العظيمة الجامعة التي أبان فيها أصول الدين والعقيدة وقواعد الملة والشريعة، وبين الحقوق والواجبات عليه الصلاة والسلام. والآن حدود عرفة معروفة، على الحاج أن يتأكد من حدود عرفة، ويبقى إذا زالت الشمس يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً هنا في عرفة، قصراً وجمعاً إما مع الإمام أو كل يصلي في مخيمه مع الجماعة، يقيمون الصلاة جماعة. نعم. ثم بعد ذلك يتفرغون للدعاء والابتهال إلى الله عز وجل. يوم عرفة يوم عظيم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي هذا الموقف العظيم يباهي الله عز وجل بعباده ملائكته، ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. فعلى المسلم أن يجتهد في الدعاء في هذا اليوم العظيم، وأن يشغل بالطاعة. بعض الناس ينصرف اليوم بصوارف عن العبادة، إما ينشغل بالهواتف المحمولة ولا بالجوالات ولا بالقيل والقال، وبعض الناس يأتي بالحاسوب معه والجوالات، يضيع وقته بما لا يعينه على أداء العبادة. فعلى المسلم أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل في هذا اليوم العظيم. وقت الوقوف يبدأ من الزوال على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر ليلة العاشر. يعني لاحظوا، من وقف بعرفة في النهار يجلس إلى الغروب، يقف إلى الغروب ثم يغادر إلى مزدلفة، لكن من لم يأتها إلا في الليل يقف أي ساعة فيها ولو كان وقتا قليلا، لكن من وقف في النهار فإن عليه أن يستمر إلى الغروب. ومن وقف ليلا أجزأه ولو لحظة، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ما حكم الوقوف بعرفة؟ قلنا أنه ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به.